تنسيش بقى التاني. ازيكم عاملين ايه؟ احنا غسلنا عين وقلنا نطلع لكم بالعين التانية. تمام، انا بسحب خط. تمام، ومطي ايه، انا بسحب خط لفوق من اخر شعرة في الرنش. برفع ايدي، برفع الكفنة كده، ايه اخر ايه، بعمل خط من اخر شعرة في الرنش. تمام، بمسح بقى ايه، خط ايه مستقيم كده، خط مستقيم مش مية، مش ده اللي بناخد له مية، ده وينج لاينر، خط مستقيم. نازلة كده، تمام كده، خلاص الوينج كده، الوينج لاينر اترسمت خلاص. مش بنطلع بيه ننزل تاني، احنا لا، خط مستقيم بالظبط، خط مستقيم بعد كده ننزل بيه. بحس اني رسمت متوازي ده، يعني هندسية شوية. يعني بعمل ايه؟ بعمل الفراغ اهو كده، بعمل خط على ايه، خط رموش مش خط تخين. تمام، وبعد ما بعيد كده اشوف زي ده زي ده محتاج ايه، قميص محتاج يقل، شايفين انه عايز ايه، خط مستقيم شويه من هنا. انا كده خلاص، وبعدين بصي كده يا بصي، تمام انا دي، انا حاسه ان هو لسه عايز ايه، ده كله جوه شويه. يعني بدخله بس جوه شويه الخط، زي سي اهو كده بتاع ده. هبتدي ارسم من جوه العين بالاعلان برضه، بالظبط اهو بالاعلان. مينفعش كحل اسود هنا؟ معاكي قلم كحل اوكي، يعني هو الجل مسموح بيه تخش بيه جوه العين. وانا هقفل من ايه؟ من اخر العين.
تخبطي مين؟ اخد لون اسود مط تحت خط الرموش تحت خط الرموش لسه هتجيبوه فين الموف ده هحطه شويه تحت لسه لا بحط الاسود الاول بس طيب العين الثانيه دينا العين الثانيه هحط ايه اللونين الموف اللي انا ايه حاطهم من فوق العين بس بصبت لوني الرسمي كده خلصت خلاص يعني تيجي تنفض انت
بول الباودر تمام. حط كده ايه على عظمه ايه الخده. هو الشعر مش محتاج كونتور، تحسي ايه الكونتور بتاع وشها اصلا واضح. حط تحت عظمه ايه الخده. طب لو احنا عايزين ادخلها وشها شويه من تحت يبقى اعمل ايه بقى؟ تدخلها وشها؟ او يعني ادورها لها شويه من تحت؟ لا من تحت مفيش، يعني هو يعني ادخل وشها من تحت زي ما هو امها هيبقى باين. ما اقصدش اصلا نديها شويه من تحت ما تحطيش كنتور من تحت. لو هي عندها الحته دي رفيعه قوي وبارزه كده وطالعه ما تحطيش كنتور من تحت، وتحطي على الـ على الخدود بالدب. اه بالظبط. اه الكنتور اللي هو بتاع ده شويه فعلا اللي انا وريته لك. ان شاء الله مش محتاجه اصلا كنتور بس ان شاء الله ما انا بتقول لك تسلم ايدك، نوع الفرشه دي ايه لو سمحت؟ اني فرشه؟ انا مسكت فرشه وجيت بقى مسكت فرشه اللي كنت بعمل بيها الكونتور الوجه ولا المناخير؟ لو طويلة قوي المناخير بعمل كنتور من الحتة دي بس من هنا. طيب لو معملهاش اللي هو خطين الطول عشان ما تطولهاش اكتر، عملها من هنا وراح كسر الحتة دي من هنا ايه اخد منها ايه كنتور. تمام. على فكرة اخر واحدة كنا عاملين كده، بس اول واحدة اول موديل كنا عاملينها، بس كنا عاملها هي ما كانتش طويلة شوية، بس كنت عاملة من هنا جامد وكنت جايبة من هنا ايه عشان كان عندي اه، وخدت من هنا الحته دي قلنا نغمق الحته دي يعني عشان اه تتكسر معانا ما تبقاش واضحه زي بتاعتي كده دي بقى. تمام بالظبط. اه زي بتاعتي يعني. اهم حاجه الخطين يبقوا رفيعين جدا. اه تمام رفيعين وقريبين من بعض عشان تدي مساحه. ايه انا محتاجه اعمل اه هي بقى هي عايزه تشوف فرشه كونتور الوجه. اه هي ما باجي ايه احط هنا عند الخد شويه عشان ايه ينهار لي خدود. تمام.
انا هنا انا بحط ايه كومباكت باودر عشان ادمج ايه كومباكت باودر عشان ادمج ايه قبل ما خدت الكونتور شويه ما تبقاش واضحه معايا انا الحمد لله الحته دي بس غامقه عشان البان الكونتور ما بيعملش فيها كويس كنت بودر هي اللي بتلون الاسبوع مش هتغيري لون حاجه خالص هي كنت بودر لا انا بقول لك اللوز مش هتغير لي حاجه مش هتغير لي خالص لا هتغيري اي لون هي كنت بودر بومي بتقول لك هو ايه الافضل نستخدم الفرشه ولا السرنجه في وضع الباودر الاثنين واحد انا بحب الفرشه عشان ما بتاخدش معايا كتير يعني ما بتهدرش باودر كتير لو هتقدري تستخدمي الاسبونج من غير ما تهدري باودر ماشي فيكس بلس هو انت بجد مش ايوه احنا الاربع ايام قلنا عليه ما بس ده بس ماشي عشان لو انا ما الاقيش كل يوم انا بحط هنا ايه الهايلايتر برونزي شويه تمام بركة ايه بقى يا فندم اوفرا ايه اوفرا اوفرا مش الهايلايتر بتاع الهايلايتر لا مش الهايلايتر بس على الفيكس بلس فكت بس ما والهايلايتر اللي انا بحس بيه هايلايتر نشوف اي طيب بتاعت الاخرى انا باخد من الدرجه الدرجه اللي هي البرونز دي تمام الاول لما حطيت الارض كان افتح شويه عشان على البيت بحط اللي هي الدرجه الفاتحه اللي هي الجولد الفاتح تمام هنا بحط برونز هو قال لكم النهارده برونزي شويه على قشره ايه برونزي
منورة جدا. حلو انت. لا ما طبعا الكاميرا بتاعت الفوتوغرافر والكلام ده مش هتبين كل ده قوي. هيبقى حلو بيطلع حتتنا ورا صورين كده، ماشي في صورنا احنا عشان رينج لايت والجو ده. الفوتوغرافر ما مش من ده، انا مش بحب الصور جدا. هو الابيض بس الابيض ده انا بستخدم دول هم البشرات البيضاء اهم دول البيضاء تمام. ودول الغوامق دي كلها بشره سمراء، اي درجه برونزاش او جولد غامق تبقى درجه سمراء. بس مش في مناطق في الوش بتاعتها الفاتح وبتاعتها اليمين؟ لا، ده هايلايتر مش هايلايت وكونتور، ده اسمه هايلايتر. هايلايتر ده ما بحطلوش ولا يعني لما باجي احطه، هي بشره سمراء بحط لها اللون الجولد او اللي هو اللون البرونزاش تمام، بشره بيضاء بحط لها اللي هو الجولد الفاتح او اللي هو الشامبين او اللي هي الدرجات الفاتحه عامه اللي هي الذهب الفاتحه تمام. بس او مثلا لو في سيلفر بحط سيلفر لو هي بشره فاتحه، ما بحطش بقى ولا الفاتح في مكان ولا الغامق في مكان، هو معروف. الريتر كله في عيني. لا هو كله هنا ناحية. ما انا بقول لك على حسب اللوك التاني، انا اللوك التاني انا مش عايزاه له ايه؟ رموش تقيله قوي عشان يبان اللزمه بالظبط، عشان يبان الجليتر، يبقى عايز رموش مفرغه شويه عشان يبان لي مش الايلاينر، يبان لي كمان الجليتر فول ايت. طب بعد اذنك بس مش حاسه واضحه، هي دي المفرغه. لا يعني الاثنين هنطبع
ده اللي هو بيحفظ لك على الجسم دي. صوفي بعت لنا مسج وهنرد عليك نقول لك كل التفاصيل. روفي بتقول لك هي بقى ليها رائعه وايه حبيبه قلبي جميله. روفي بتقول لكم حطيتوا اللون اللامع ازاي؟ ايه اللون اللامع؟ جليتر. جليتر فوق العين ولا الهايلايتر اللي على الوش؟ انا بحطها على خط الايد والوش. تمام.
وهي اضغط من دم اضغط من دم الطبيعي من الجنبين بيتر اللي فوق العين حط نبل بلو يا اسمها ايه؟ لوفي يا لوفي عدد كبير بيتفرج يا نا؟ يا جماعه الرموش اللي هي ايه اتكلمنا عليها امبارح تمام باينه كده هي بتاعت اماني اماني حسين ميك اب ارتست من اسكندريه كانت واقفه عندي كورس وعملت براند لنفسها براند رموش بص الرموش شعر طبيعي شعر طبيعي بتتلبس كذا مره يعني شيلها ان شاء الله يعني ممكن توصل ل 15 20 مره حاول ادمج الرموش الحقيقية مع الايه مع الرموش الصناعية الجلتر هنا باين وعليكي لا هذا طلعه بس شوية من جدا ماشي هنا مش واخدة
أنا الواجب بتاعي النهاردة هعمله موت. بعد كده تيجي تقولي ما شفتش ما ركزتش، قاعدة تلعب في الموبايل. ها عايزين كما بس ايه من فوق كده نعمل ايه تحديد الشفايف بلون بني. انا لو كده معايا خلاص ايه رايك؟ مش هتسقفي مش قادره مش قادره حلو جدا جدا.
انت الجنب التاني كده ايه؟ بس احنا عايزين تسألي صراحة على الحواجب. الحواجب عندي مبوظتش يعني تمام؟ بس عليها مش هتلاقيها لانها كانت يعني نازله من فتره وبطلوا ينزلوا زيها. هتلاقي الاديشن الجديد ده. تحفه. Bye.